طيب دكتور ابراهيم الياس، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عايز دقيقه او دقيقتين عشان اتفضل. احاول نقعد للمساله. طبعا طرفي النقيض، في راي وراي اخر. الموضوع في الواقع اما هو اللي بيطلع مشاكل زي ما قالها المستشار عادل، ودي مشاكل اللي قالها عادل بيه على استحياء. الواقع في مشاكل تانية كتير في التنقلات وفي الاماكن وفي الاستراحات، في حاجات كتير في الواقع ده يمكن ان يصيب الرجل على فكره. ما انا بقول عايز اقول لك حتى المشكله الراجل تعب، صحته انهكت، المشكله يعني في كل ده يمكن ان الواقع الرجل. وبعدين التصادم اللي اثاره زميلنا الاستاذ عصام حته الشريعه الاسلاميه، انا مش معاه في عنديش نص بيقول مش كده. معاه في حته طالما ما عنديش نص، ما عنديش نص بيقول ان المرأة لا تصلح ان تكون قاضية. لا عندي نص. لا انا عايز اقول لك فين النص. هقول لحضرتك بعد ما اخلص. هقول لحضرتك. هقول لك بس يا استاذ. هقول لحضرتك. هو ليس الامر على اطلاقي كما قال صديقي الاستاذ اسامة. يعني هو عندنا شروط، يعني القضاء عشان المشاهد يبقى عارف ايه قصة القضاء، ان الفصل بين الخصوم بامر ملزم. قضى. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني الزم. وفي معاني كتير لكلمة قضى دي. عندنا شروط القضاء ان يكون لا. ان يكون في بلوغ، ان يكون في عقل، ان يكون في حريه، ان يكون في اجتهاد. محل الخلاف في الشريعه الاسلاميه الذكوره. في بعض في ثلاثه اتجاهات عندي. اتجاه قال لازم ذكوره، لازم يكون القاضي ذكر في الحكم ده. هنا كاتبين ان الانوث مش شرط لكونها انثى، فتم رفض استلام الورق لكونها انثى. لا لا، الدستوريه العليا عندي، الدستوريه العليا رفضت الكلام ده. يبقى انا عندي راي قال ذكوره، وقال لازم يكون ايه، الرجال قوامون على النساء، لا يفلح قوم ولا امورهم امراه، والاجماع وما الى ذلك. في راي تاني اللي هو في شرع، انا بجيب لك الحته. ما قلنا بقى ده مرتبط. في راي تاني يعني اللي قالته الدكتوره، هنرجع تاني. ده مرتبط. لا لا، الذكوره مرتبط بفترات معينه. في راي تالت في الشريعه الاسلاميه، ابو حنيفه، المحكمه الدستوريه لما التزم بالوسطيه. المستشار تهاني جبال وهي اعلى محكمه، هل يجوز يا فندم احنا بنقول الكلام ده؟ المحكمه الدستوريه لما عينت فيها تهاني المستشار تهاني الجبالي، هل معنى ذلك انها خالفت الدستور وخالفت نصوص من الخاصه التفصيلات التي قدمتها؟ قال الامام ابو حنيفه قال لا، المراه ممكن تبقى قاضيه بس في غير الحدود، على اساس من اهل الشهادات، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراه فيما يجوز الشهاده. يبقى اذا انا المشكله عندي ان احنا بنقول مجلس الدوله هو المكان الوحيد. الواقع اللي قال عليه عادل بيه، المجلس الخاص ورئيس المجلس مستشار الحسيني على ما اتذكر كان ليهم راي وطلع قرار بالفعل. الجمعيه العموميه انعقدت مرتين في مجلس الدوله، والجمعيه العموميه برضه في الموضوع الاخير بتاع النظام الرؤساء الهيئات القضائيه كان لها راي واضح جدا. فالجمعيه العموميه في مجلس الدوله هي جمعيه يعني قضاه عظام، وهما بيبقى ليهم راي كبير حتى وان كان هي الجهه الوحيده اللي يبقى ليها الغالب حتى على المجلس الخاص خلاف القضاء العادي. فالجمعيه العموميه رفضت في الامرين، ومن اجل ذلك كان في رجوع من المجلس الخاص او من رئيس المجلس الى ما يلزمه الجمعيه العموميه. طب خلينا يعني مناقشه بشكل شعبي كده، عشان انتم يعني داخلين يا جماعه في اهانه المراه. لا مش داخلين، مش داخلين ولا اهانه. لا 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 لا، المراه انتم بتهينوا المراه. المراه فوق الرؤوس. والله لو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. اللي انا بسمعه ده من ان المراه يمكن ان تكون حامله، المراه يمكن ان ترتدي النقاب، المراه ازاي تختلي بالرجال. انا هنا بتعامل مع المراه على انها بتعامل معاها من النصف السفلي فقط، وبتعامل معاها ايه المستهدف من المنصب ده؟ هل منصب القضاء ده منصب كوشه عروسه كله عايز يجري يقعد عليها؟ المساواه ده موقف صعب جدا. المساواه ده ابو حنيفه اتضرب من الخليفه المنصور عشان قضاء ورفض، يعني قالوا قاضي في الجنه وقاضيان في النار. هذا الحمل الثقيل يخلي كل الناس تتنافس يعني على القضاء. يعني المراه رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه على الراس داخل القضاء. لا لكن يعني تاتشر قادت بريطانيا 10 سنوات، ما ميركل تقود اوروبا الان، ما فيش مشكله. احنا وصلنا في ثقافتنا وعاداتنا الى نيوزيلندا والى ميركل والى لا. ما عندنا هنا ما عندنا حتى ظروفنا. عندنا هنا حتى منهج الرئيس السيسي الان، شوف عندك كام وزيره وكام. هذا تطور طبيعي. بعد شويه هنقعد نقول احنا عايزين نتساوى مع المراه في القضاء. يعني ممكن الحلقه دي او ابن حضرتك يجي ويبقى محمد وائل الابراشي يزين الرجاله جايين يقولوا احنا لا عايزين. لا باللي انا سمعته ده ولا بعد 20 سنه تطور قضيه 20 حلو اللي انا مكويس. سمعته ده لا بالدستور حتى يعني هيبقى في تطور يا استاذ وائل. دكتور مياده، انا عايزه اقول ان المراه تولت فعلا القضاء، وما كانش في شكوى
من الكلام اللي حضراتكم بتتكلموا فيه. بالعكس ده في اشاده من من تولي المراه للقضاء وكانت مجيده جدا في القضاء العادي. لو هنيجي نتكلم على مجلس الدوله، طبيعه عمل مجلس الدوله تتفق اكثر مع عمل المراه، الفصل في منازعه اداريه، اداره الفتوى والتشريع، سياق العقود، كل دي امور المراه تقدر تبقى موجوده فيها. المنصة القضاء مش هي بس مجلس الدولة على فكرة، وحتى في ظل الجلوس على منصة القضاء فهي بتفصل في إيه؟ في قرارات إدارية. طيب. في منازعات إدارية. استاذ عصام عندكم أسباب تانية؟ يعني بسمع كده يقول لك المرأة عاطفية. في أسباب فنية. أولا ممكن مجرم بتاع تعيط. أقول لحضرتك يعني هنتكلم من ناحية المطبخ. تتعاطف معايا يعني. بالظبط. إحنا كعايشين كمحامين وعايشين في المطبخ، عايز أقول لك على حاجة، إحنا بنتحرك ساعات إن إحنا نسير بعض دفاعنا ومرافعاتنا امام قضيه. هذا امر. الامر الثاني النهارده انا هفصل، هقول لحضرتك ليه، هقول لك ليه في بعض القضايا المخله بالشرف كيف تستخدم اساليب علميه. ما هو انت هتكتبه على الورق. ما ينفعش يا استاذ وائل، ما ينفعش. امال هو انت بتكتب على الورق كلام قضايا يا استاذ وائل؟ يا استاذ وائل هذا الامر يا استاذ وائل، في حاجه اسمها القانون الجنائي بتتكلم في جرائم. استاذه القانون الجنائي في كليه الحقوق بتدخل وتتكلم في جرائم الاغتصاب وجرائم العرض. مش هقول لحضرتك، مفيش مشكله، انا ما كملتش. اديله فرصه يكمل. ما كملتش الفكره. اولا دكتور ابراهيم عارف هذا الكلام، ان احنا قد ده بالعكس على سبيل الوجوب قد تضطر القاضيه او القاضي انها تحيل الدعوه للتحقيق. دعوه للتحقيق في قضيه زي قضيه امال الطبيبه بقى يا جماعه؟ طب اكمل كلامي. ما انا اقول لحضرتك الطبيبه دي ما تشتغلش. ما انا اقول لحضرتك الامر يختلف برضه. التحقيق ده بيختلف. اولا يجب ان يكون هناك مخالطه للرجال، عشان كده بيقولوا قاضي ليه بيخالط الرجال بره. هذا امر ده بيستعصى ولا يتأتى بالنسبة للمرأة. الأمر الثاني، ليه المرأة لا تخالط الرجال؟ هقول ده بطبيعتها، ده المجتمع كله دلوقتي قائم على الاختلاط. مين اللي بيقوم على شؤون الأسرة وبيخالط الرجال والمجتمع بره؟ مين أقدر؟ الرجل. الأمر الثاني، الاثنين يا فندم. في حاجة عندنا في القانون بعد إذن حضرتك، المرأة تعمل والرجل يعمل، كلاهما خرجوا لسوق العمل، وبالتالي أساتذة الجامعة يخالطوا الرجال والطلبة النساء البنات والأولاد في المستشفيات. المخالطه اللي حضرتك بتكلمي عليها دي اللي هي المخالطه العاديه. النهارده حيل الخصوم والخداع بتاع الشهود يا استاذ وائل، الحيل ممكن تنخدع بها اي مرأة لانها طيبه ولانها ما تعرفش اساليب الخداع. طب ما في راجل طيب يعني. لا 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 ما ينفعش. ما فيش يعني. قاضي بص، ما فيش قاضي بالزاويه. بالعكس. امال ليه يعني المرأة بقت طيبه كده؟ امال المرأة ليه متهمه دائما بالشراسه استاذ وائل؟ ويقول لك يعني المداولة، ويقول لك فتش عن المرأة اما تبقى في مصيبة، يقول لك فتش عن المرأة. طب مثل الست المستشارة يعني اشمعنى هنا اما تبقى عايزة حقوقها؟ هقول لحضرتك فيتقلص المرأة اصلا ممكن تبقى طيبة. طيب. قد يكون بينما تلاقي على طول الاستاذ المستشار عادل قال ايه؟ قال ممكن في المداولة بتتم ان هو يختلي القضاة بانفسه في المداولة، بس مجلس النواب بيختلوا. طيب المداولة اللي بتتم المداولة او الاستشارة اللي بتتم على المنصة، وقد يكون العضو اليمين او رئيس الدايرة ملاصق للعضو اليمين او الشمال عشان يوشوشه. كيف يتأتى هذا الامر امام الجماهير؟ يكتب له ورقة بلاش. بقول لك على الواقع. ورقة ايه؟ لما يوشوشه ورقة ايه يا استاذ وائل؟ يا استاذ وائل لما تيجي للواقع العملي، لما تيجي للواقع العملي، وبعدين تعالى من الناحيه الفنيه، انت لا تستطيعي ان تقضي في امور ذاتك يعني أو امورك الشخصيه. يعني القاضي لو وشوش ست يبقى ده ايحاء جنسي؟ ما ينفعش يا استاذ وائل. الست اذا وشوشته، احنا عايزين يا استاذ وائل نواكب العصر، نواكب العصر ونبعد الدين عن الدوله. ده وضع بقى. لا انا سات المشاركه، اتفضل. انا شايف يا جماعه تهان المراه بهذا الشكل. لا لا ده ليس في اهانه للمراه، ده الاسلام كرمها. ده احنا امهاتنا اللي بيربوا. يا في حاجه يا استاذ وائل، ده الام هي اللي بتربي، هو اتعامل معاها بهذا الشكل يا استاذ وائل؟ هو الغريب يا فندم ان على مدار الاسلام اللي موجودين ثلاثه او خمسه ضد ما جبتش حتى واحد يكون مع هذه المساله ليقنع الاخرين. حضرتك يعني كان موجودين معايا. هذه ليست منا الحقيقه، ده نص دستوري. لماذا وافقتوا على الدستور طالما ان حضرتك ماده 11 دي عايز حضرتك رافضها؟ سياده المستشار وانتوا في المطبخ ماليش في حكايه الوشوشه. القاضي هيهمس يا ما حضرتك رئيس اللجنه. ده عندي مش يعني مش هي دي المشكله التي واجهتنا يعني دايما. دي بقى مساله تفريعات بنتفرع. امال ايه المشاكل الثانيه غير الثلاثه اللي قلتهم؟ الاول اولا لازم نعرف ان كل الكلام اللي قالته الدكتوره والاستاذه ده مساله
احنا متفقين عليها، والدستور بيسمح والمرأة صالحة للقضاء وكل شيء، دي انا لا اخالفها. ده كلام جميل يا سيادة المستشار، لكن في الواقع انا اللي بقوله في الواقع المرأة. ايوه الواقع ان هناك عقبات، هذه العقبات دي مش معناها طبعا المرأة ممكن توشوش القاضي يعني يعني انا شفت احيانا وزيره بتوشوش رئيس الحكومه ومحدش خد ده، لانه يجب الناس تقول له على ملاحظه مش عايزه تقول له امام الجامعه العاليه. الوشوشه اهم يا استاذ وائل، اكتر وادعى ام الصلاه جنب الرجل اللون الاخضر؟ لا يعني ايه الصلاه جنب؟ صلاه السيده، صلاه الست جنب الرجل الغريب عنها ولا الوشوشه؟ لا، وايه جاب ايه جاب الصلاه؟ الاسلام قال كده، من ضمن عدم تولي المراه للقضاء ان المراه لا يمكن لها ان تصلي جنب الرجل، ولا يمكن لها ان تؤم الصلاه، ممنوع من الامام الفاسق يؤم الصلاه، المراه لا. طب هي انا عايز افهم حاجه دلوقتي، سامعني دلوقتي، هي على منصه ما الامام قوامه، ما الامام قوامه، الامامه قوامه. هو انا ما شفتش الحقيقه، انا رحت محاكم كتير ما شفتش القاضي بيقوم الناس وبيصلي. طيب مش هي دي القضيه؟ لما الصادق يعني هو انا جايبه ليحكم بين الناس بالعدل ولا يصلي بين الناس؟ طب ربنا يعني بيقول يا استاذ وائل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل الايه والرسول عليه الصلاه والسلام، انا شايفه ان كل الاسباب اللي لما نتكلم عن الدين يا دكتور لما نتكلم عن الدين معلش، كل الاسباب ايه؟ كل الحجج اللي بيقولها لا تتعلق خاصه بمنصب لا انا بستند لسند شرعي. لما الرسول يعني يقول بعمل المرأة لم يفلح قوم ولوا امرهم لا امرأة. يعني لما حضرتك بتقول الاختلاط يبقى على فكره بهذا المفهوم الاختلاط هذا لا يتم الا في منصب القضاء ولا في عمل المرأة بشكل عام عموما؟ طبعا هو اصل خروجها للعمل. طيب سؤال تاني، احنا هنودي الماده 11 دي فين؟ الآية القرآنية وأبونا شيخ كبير. طيب لما كان في سبب لخروجهم. طيب المفروض المشرع يعني الدستوري عايز المرأة تقعد في البيت بعد عموما مش بس في المشرع الدستوري المفروض فحص كل ما يتعلق امرأة ده يعني لو انت استخدمته يبقى هتلتقي مع التيار السلفي اللي اصدر بيانات ضد تعيين المرأة محافظ وضد تعيين المرأة وزيرة، لانه شايف ان المراه يمكن ان تكون مستشاره فقط، لكن كل ما يتعلق بالولايه على الناس محافظ او وزيره او اي منصب لا تصلح وفقا للي انت بتقوله ده، مرتبط الحقيقه بواقعه معينه وليس في المطلق. يعني انا برجع الدين والسنه معايا الاستاذه هاديه.